السلام عليكم. ازاي ممكن اعرف هو الرقم يقع فين ما بين رقمين؟ المثال اللي عندنا، انا عندي مجموعه راتب وعايز احدد الضريبه بناء على الشرايح اللي هنا دي. الفكره ان الشكل ده ما ينفعش معايا، انا محتاج شكل تاني. الشكل دي ضريبه على الدخل، فانا الشكل التاني هو الانكم والتاكس. لازم هنا ابدا باصغر قيمه ممكنه اللي هي الصفر. اصغر قيمه ممكنه الصفر، ياخد صفر، هيفضل يدفع صفر لغايه 15000. يبقى تاني قيمه بعد الصفر هي 15001. القيم دي لازم تترتب تصاعديا من الصغير للكبير. اول ما الربح هيوصل 15001، او اول ما الدخل هيوصل 15001، هيدفع 2.5%، وهيفضل يدفع 2.5% لغايه ما يوصل 30001. في الحاله دي هيدفع من اول 30001 يدفع 10%، وهيفضل يدفع ال 10% زي ما هي لغايه ما ربه يوصل او الدخل يوصل 45001. في الحاله دي هيدفع 15%. اخر قيمه انا مش مهم اكتبها خلاص، معنى اللي انا كاتبه ده ان اي رقم بعد كده هياخد 15% ايا كان، ان شاء الله مليون. يبقى اهم حاجه ان انا هنا بادئ باصغر قيمه ممكنه، يعني ما ينفعش يبقى في قيمه هنا اصغر من القيمه اللي هنا. رقم اتنين، ان القيم دي مرتبه من الاصغر للاكبر وموجوده على الشمال. طيب الجدول الصغير ده انا هدي له اسم وليكن اسميه تاكس، واجي هنا بقى هعمل ايه؟ هقول له ايكوال في لوك اب. روح دور على الراتب اللي هنا فين؟ في الجدول اللي انا لسه عامله حالا اللي اسمه تاكس اهو، هات القيمه اللي في العمود الثاني. الفكره ان انا دلوقتي لو قلت له صفر اللي هي فولس اكزاكت ماتش هيديني ايرور، لازم ادي له واحد او اسيبها فاضيه. يبقى طول ما الراتب لغايه 15000 صفر. طب بص، اول ما بيجي 15001 انطبق عليه ال 10 او ال 2.5%، طبعا دي 2.5% بس الفكره ان هو بيقرب لوحده. تمام، يبقى انا دلوقتي محتاج القيم اللي هتترتب من الاصغر للاكبر. ما ينفعش يكون في قيمه هنا اصغر، يعني لو انا عندي هنا مثلا بدات بال 1000، بدات ب 10000، يبقى رقم اقل من 10000 هيديني ايرور. عشان كده لازم ابدا بالصفر اللي هو اقل قيمه ممكنه. حتى في الحاله دي لو كتبت هنا سالب كان هيديني ايرور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.